شفاء لروحي وحبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة اللي كنحاولوا من خلالها أننا نعطيكم مجموعة ديال المعلومات ومجموعة ديال الوصفات اللي نسأل الله أنها تبدأ الموضوع اليوم. فكانت واحد الرسائل بواحد الكم هائل من مجموعة ديال النساء اللي محتاجين الوصفات ومحتاجين أننا نهضروا على موضوع ديال تكيس المبايض. فرسائنا أننا نتكلموا في هذا الموضوع في حلقة اليوم. فبالنسبة للمشكل ديال تكيس المبايض، فهو واحد الاضطراب هرموني اللي كيكون شائع ما بين جل النساء، وبزاف ديال النساء اللي كيعانيو من هذا المشكل. كاين النساء اللي كيعرفوا ان عندهم مشكل ديال تكيس المبايض، وكاين الناس اللي كيعرفوه في وقت متاخر. كيجيو ابتداء على مشكل ديال تاخر الدوره الشهريه، كتكون كتعطل يعني بفترات طويله، اولا كيجيو من اجل مشكل ديال تاخير الانجاب، ان عندهم مشكل ديال العقم ما كينجبوش، فبالتالي عاد كيكتشفوا انهم عندهم بعض المشاكل ديال تكيس المبايض. فبالنسبة لهذا المشكل هذا، هو كيعطينا مشاكل كثيرة وكيعطينا واحد أعراض كثيرة، من بينها أن كما قلنا الدورة الشهرية كتولي تتأخر، ممكن تجي على شهرين أو على 3 شهور، كاين اللي كتنقاطع واحد الفترة طويلة. وبالنسبة كذلك أنها كتكون أوجاع وكتكون بعض الآلام، كاين الحالات اللي كيكون عندهم مشكل ديال حب الشباب وكيكون عندهم الشعر الزائد، هذا غالبا كيكون عندهم ارتفاع بالنسبة للهرمون الذكوري، فكيدير لهم هذا المشكل هذا. فبالتالي هاد الحالات هذه جميعا غالبا اللي عندهم تكيس ديال المبايض، فهو كيكون واحد التكيسات يعني الكيس اللي كيكونوا صغيرين ولكن بواحد العدد كبير اللي كيكونوا في المبيض. فبالتالي ملي كتاخر لنا الدوره الشهريه، فكتكون الدوره غير منتظمه وكتكون غير اباضيه. ملي كتكون غير اباضيه بطبيعه الحال ما كيكونش تخصيب البويضه، ما كيكونش انجاب. فكاين بعض النساء اللي كتكون عندهم الدوره اباضيه 3 مرات في السنه او 2 مرات في السنه، وما كتعرفش هي الوقت اللي كتكون فيها هاد تنشط ديال البويضه، وقتاش كتكون نشطه المبايض. فبالتالي هنايا خاصنا نعرفوا اول حاجه، نشخصوا الحاله، نشوفوا الطبيب، نديروا بالنسبه للليكوغرافي ديالنا، نديروا التحاليل ديالنا، نعرفوا المشكل اللي عندنا بالضبط. الا كان عندنا مشكل ديال التكيس، فاول حاجه خصنا نعالجوا المشاكل الهرمونيه، فكناخذوا ادويه اللي هي كتصلح للترتيب وتوازن الهرمونات، وكذلك باش تذوب لنا هاد المبايض التكيسات. فالوصفه ديال اليوم، اول حاجه بغيت نشير لها ان ماشي غير الوصفه اللي غنعطي ديال تكيس المبايض، فجميع الوصفات فهي ماشي كتصلح لجميع الحالات، فلا بد من التشخيص اولا عاد كنعرفوا الوصفه اللي غادي نعطيو للشخص. فمثلا الناس اللي كيزورونا في المركز ماشي كيلقاو الدواء جاهز، فكنخلطوا لهم الدواء، كنحضروا لهم على حساب الحاله ديالهم باش كيكون الشفاء ناجح باذن الله. فبالتالي الوصفه ديال اليوم كيكون فيها كيلو ديال عسل الضغموس. بالنسبه للناس اللي خارج المغرب كيتواصلوا معايا ما عندهمش عسل ديال الضغموس، فغالبا الضغموس متواجد في المغرب فقط، فكيستعملوا عسل السدر بدلا من عسل الضغموس. كنديروا 100 غرام ديال القسط الهندي بطبيعه الحال مسحوق، جميع الاعشاب تكون مسحوقه. كنديروا 50 غرام ديال طرح الناخيل، 50 غرام ديال الجانزينك، 50 غرام ديال بذور الفجل، 50 غرام ديال بذور اللفت، 50 غرام ديال بذور الكرافس، وكنديروا 50 غرام ديال حب العزيز. فهاد الاعشاب هذه كنخلطوها مع العسل، وكناخذوا ملعقه صغيره قبل الافطار والغذاء والعشاء. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الجهاز الهضمي، فكيديروا ملعقه صغيره من بعد الاكل 3 مرات في اليوم. فهذه وصفه كتصلح لجل ديال الحياه ديال الحالات باذن الله. وبالنسبه لنا في المركز، فغالبا كنعطيو لهاد المشاكل واحد العسل بالاعشاب اللي هو كيصلح تكيس المبايض، وكيكونوا معاه واحد البرشامات كينات ديال الاعشاب اللي كيتشربوا، وكاين على حسب التشخيص الحالات اللي كنعطيهم واحد لي زومبول اباري اللي كيتشربوا، وكاين اللي كيستعملوا واحد ليغات هما بحال شكل قلبات، هما كيعطيو الفائده ديالهم باش كيذوبوا لنا هاد التكيسات. فنتمنى ان تكون هاد الحلقه نالت الاعجاب ديالكم ووصلت المبتغى اللي كتقلبوا عليه. وما تنساوش الاشتراك في قناه الاستاذ بدر القرعاوي باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.